على علم الهيدروليك، فانا بتكلم على نوعين من الهيدروليك، حاجه بيسموها ستاتيك هيدروليك او هيدروليك ستاتيك، وفي هيدروليك داينامكس، يعني في هيدروليك ثابت مش بيتحرك ماشي زي مكبس خلاص، وفي هيدروليك متحرك. متحرك يعني ممكن اضغط الميه تطلع بضغط معين، تدخل على تربينه، التربينه تشتغل تولد لي كهرباء. اذا انا بستخدم الايه، بستخدم السائل المضغوط في ان هو يحرك لي شيء ماشي. فهذا الشيء اللي احنا بنسميه الايه، اللي احنا بنسميه الديناميك او الايه الهيدروليك او الهيدروداينامكس. زي ما قلنا الهواء انا بضغطه عشان يولد قوة، القوة دي بتستخدم ان انا بتحرك حاجة، مش احنا قلنا الهواء انا بضغطه فبتتولد قوة، القوة دي بتحرك لي حاجة، بتحرك لي مكبس، بتحرك لي موتور. عارفين الموتور؟ نيوماتيك موتور. عارفين البتاع اللي عند الجماعة بتاع الكاوتش دي، ابسط مثال لما بيفكوا صامولة ولا بيربطوا صامولة، ده ضغط هواء، فده موتور زي الشنيور. عارفين الشنيور الكهرباء ماشي، او ده كانه شنيور بس شنيور هوائي مضغوط. كل دي ترسبات بتاتي في المخ ماشي، بتصعب عليكم امتحان نهايه الترم. مش باخد اي اكشن دلوقتي خالص، لكن الاكشن بتاعي في امتحان اخر الترم. لان احنا قلنا والله قلت يا جماعه اللي مش عايز يحضر، انا مش باخد غياب، مش عايز يحضر خلاص ما يحضرش، ده براحته. واحنا بنسجل المحاضره، بسجل المحاضره خلاص عشان الناس اللي ما غابتش، الناس اللي اتاخرت في المواصلات، الناس نقدر نبعتها ونقدر اللي يستمعها هو كله كلام نظر يعني ما فيهوش عمل كتير. وبالتالي رغم ذلك الناس جايه لنا 9:30 دلوقتي ولا 9 وايه. نرجع تاني، فالعلم النيوماتيك هو هذا العلم الذي يتعامل مع الهواء، بينما علم الهيدروليك هو هذا العلم الذي يتعامل مع السوائل. طبعا بغض النظر عن نوع السائل، ممكن السائل ده يكون زيت، ممكن يكون سائل ميه، ممكن يكون سائل اي سائل، لكن شرط اساسي ان يكون هذا السائل قابل للضغط، اقدر اضغطه خلاص. وبالتالي ضغطته بضغط في بريجر ماشي، في لزوجه لهذا السائل، تولد عن هذا الضغط قوه، القوه دي انا بقى بستخدمها، واحد بيستخدمها ان هو يزق حاجه، واحد بيستخدمها ان هو يحرك حاجه، واحد بيستخدمها ان هو يولد كهرباء، ان هو يولد اي طاقه، اي طاقه اخرى خلاص. يبقى نيوماتيك هواء وهيدروليك سوائل، لكن شرط اساسي ان يكون السائل قابل للضغط خلاص. اي سائل اخر غير قابل للضغط مش كل ما اضغطه ينفلت مني، وبالتالي ده مش قابل للضغط. لكن لو ان السائل قابل للضغط مثلا اي زيوت ماشي، والزيت ده انا بضغطه سواء بضغطه بستم او بضغطه في ماسوره، بحيث الماسوره في نهايتها بتبقى مخنوقه بيسموها، يعني القطر بتاعها اقل، فبتطلع بقوه عاليه جدا، بتشغل تربينه، بتشغل موتور، بتشغل اي حاجه اقدر اشغله اشغله بيه. هو الراجل التعريف هو السؤال هو بيطرح نفسه بيقول له وات ار هيدروليك، ما هي الهيدروليكس بصفه عامه اسم. ثم الاجابه موجوده اهي، هيدروليك ار يوز تو كرييت فورسز اند موفمنت باي مينز اوف هيدروليك فلويدز ماشي. يبقى علم الهيدروليك هو هذا العلم المستخدم عشان اعمل اكرييت. كرييت يعني ايه؟ اخلق او انشا، يعني اخلق او انشئ قوه ماشي او حركه، يعني قوه وحركه باستخدام الهيدروليك فلويدز او المواقع الهيدروليكس خلاص. وبالتالي اصبح الفلويد بتاعي هو بيسموه حاجه اسمها الانرجي ترانسفير ميديا،
هو وسط لنقل الطاقة، زي الهواء ما هو وسط لنقل الطاقة، أنا بضغط بينتج عن هذا الضغط في الناحية التانية قوة. مين اللي نقل الضغط وحوله للقوة؟ ها؟ الهواء، خلاص. وبالتالي أصبح الهواء هو وسيط لنقل الطاقة، حول لي الطاقة اللي هي البريجر ماشي إلى قوة الناحية التانية، فأصبح وسيط. هو نفس الكلام الزيت أو السائل أو المائع زي هم ما بيسموه ماشي، برضو في نفس الوقت هو إيه، أنا بضغطه بضغط قمت بي مثلا، بيتحول في الناحية التانية إلى قوة، بتزق حاجة أو بتسحب حاجة أو بتدور حاجة. مين اللي حول لي هذه هذا الضغط إلى قوة؟ هو عملية الإيه، السائل، وأصبح السائل أو المائع بتاعه هو إيه، هو وسيط لنقل الايه، نقل الطاقه. هو برضو هنا بيقول لك وات ار هيدروليك يوز، فيما يستخدم او اين يستخدم، وير، معلش ماشي، بيستخدم طبعا في حاجات ايه، في حاجات كتيره، ولا